السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون من ضمن فيديوهات المناقشات، وبالتحديد راح يكون عن موضوع CSS before and after. طيب انا عامل هنا على الديسكتوب عندي مجلد فاضي اسمه before and after، خلونا افتحه على الاديتور كالعادة، بس في صفحة الاندكس وصفحة CSS. تمام، ايش البيفور والافتر؟ البيفور والافتر هما من ضمن حاجة اسمها السيدو إليمنت. سيدو إليمنت أشياء بتخليني أعمل شغلات معينة بالسي اس اس مش بالاتش تي ام ال. زي ايش يعني؟ زي والله أنا لو قلت مثلا بدي إياك تحط لي نجمة بعد السبان مثلا، ومش بالاتش تي ام ال. كيف؟ يعني ها بدي إياك تحط لي نجمة، بدك تحط لي نجمه بعد السبان، تاج سبان هنا هكتب هذا this is span. خلينا نعمل لايف ما في بريفيو عشان نشوف الران تبع الكود. هذا هو، بدي اياك تحط لي هنا نجمه بعد السبان. طيب انا لو عملت هيك هيها ظهرت. طيب ايش الفكرة؟ بقول لا انا ما بديش هيك، انا بدي اعطي النجمة هذه خصائص معينة، بدي اعطيها خصائص معينة. بحكي لك اوكي بحطها كمان جوا سبان وبعطي السبان هذا خصائص. طيب ليش اعمل هيك؟ في عندي طريقة اسهل، هاي بدون هيك، هاي بس ذيس سبان وباجي على السي اس اس. طيب كيف طريقة كتابة البيفور والافتر؟ انا في عندي هنا حاجتين اساسيات، في عندي سي اس اس 3 سينتاكس وفي عندي سي اس اس 2 سينتاكس. ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم بس النقطتين هذول، النقطتين فوق بعض، هنا في تنتين وهنا في واحده. في سي اس اس 3 انت بتحط تنتين، في سي اس اس 2 بتحط واحده. طيب ايش الفرق كمان؟ هنا سي اس اس 2 انت بتضمن يكون شغلك مدعوم من كل المتصفحات، مدعوم من كل المتصفحات. لكن لو انت كنت حاطط تنتين بالشكل هذا فانترنت اكسبلورر 8 ولا اقل راح يكون مش مدعوم. فلو انت بدك تضمن يكون شغلك شغال على كل المتصفحات خليك بس على نقطتين فوق بعض، حط واحده بس لا اكثر. فايش الحل؟ تكتب هنا السيلكتور. ايش السيلكتور عندي انا؟ السبان. نقول له هنا على طول سبان نقطتين، عندي انا بيفور وافتر، بيفور وافتر. طيب ايش هدول؟ هدول اصلا هدول انواع من السيدو اليمنت، هدول انواع من السيدو اليمنت. انا بدي بس البيفور والافتر. افتر معناها بعد، وبيفور معناها قبل. طيب ايش معناها؟ معناها انت بتقول لي والله لو انا كنت مثلا كاتب افتر راح يكون اي شيء بيجي بعد السبان هذا، ولو كنت كاتب بيفور راح يكون بيجي هنا قبل السبان. احكي لك بالضبط. تمام، فتعال نجرب. قول له هنا بيفور، هاي بيفور. كيف راح ابدا اكتب؟ كيف راح ابدا اكتب الخصائص اللي بدي اياها؟ انا مثلا بدي احط نجمه هنا، كيف بدي اكتبها؟ حلو كتير. في البيفور والافتر انا في عندي خاصيه اساسيه لازم اكون كاتبها. ايش هي خاصيه اللي اسمها؟ كونتنت. كونتنت المحتوى. ايش بدك تكتب؟ ايش بدك تعرض هنا؟ قولوا هنا كوتيشن. انا قلت بدي اكتب بس نجمه، هذه هي بس حطيت نجمه. اعمل هيك رجوع، هاي النجمه اجت بكل بساطه. طيب انا ما بديش النجمه تكون قبل، بدي اياها تكون بعد. بدل البيفور قول له افتر. ترى طيب ايش كمان؟ قولي والله انا بدي اغير الفونت سايز، بدي اكبر الفونت سايز خليها مثلا 30 بكسل، وكمان هيك بدي اغير الكلر خليه اللون احمر مثلا بتاعت الريكوايرد. بكل بساطه انا هيك قد ما احط سبان راح يجي بعديها نجمه ولها الخصائص هذه، نجمه ولها الخصائص هذه. طيب هذا مثال بسيط. ايش انا ممكن كمان اعمل؟ تقريبا كلنا سالنا عن المثال هذا. انا عامل هنا على كود بين امثله عن هذا المثال بالتحديد، انه كيف اعمل السهم هذا.
كيف أعمل السهم هذا؟ فجماعة الخير هذا السهم بنعمل بالبيفور والأفتر. خلينا نعمل المثال هذا وأشرح لكم كيف بنعمل المثال، كيف بنعمل السهم. أول حاجة طبعا هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن أكيد. أنا في عندي المثال الأول هنا كوتيشن اقتباس، بتقدر تحط هنا يعني بيفور بتحط فيه الإشي اللي بدك إياه، العلامة اللي بدك إياها هنا، وأفتر بتحط نفس العلامة وبتعطيها الخصائص اللي بدك إياها. وهنا عندي مثال التايتل، مثال التايتل أحيانا بنلاقي عنوان تحتيه الخط هذا، أو مثلا بنلاقي خط هنا على الجانب، راح نشوف كيف بنعمل. والبوكس هذا خليني أنا أبدأ في المثال هذا. طبعا هذا برضو المثال شفناه بيكون معمول بالشكل هذا، وشايفين هي هذا السهم هذا الصغير، هذا برضو معمول بالبيفور والأفتر. طيب هذا الشكل إيش مكوناته؟ أول حاجة بس ديف وجواته كلام بكل بساطة. أنا خلاص ما بديش هذا، بدي أحذفه، ما بدي منه إشي، بدي أحذفه خالص. تعال هنا طيرها، نجي هنا والله أقول له ديف كلاس بوكس مثلا، ديف كلاس بوكس، ده نكتب جواته هنا كلام لوريم، هذا هو البوكس. خلوني بس ايش اسوي، اغير الباك جراوند تبعت البادي. انا بصراحه بحب اللون هذا، فخلوني اجيب اللون هذا هذيو. بادي باك جراوند تمام. ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل هذا اعطيه خصائص واجيبه في نص الشاشه. اول حاجه بدي اعطيه ويدث، ما بديش يكون فول ويدث بالشكل هذا، مش عايز يكون فول ويدث. حاجه هنا هقول له على طول بوكس الويدث تبعك مثلا 400 بكسل والباك جراوند ابيض، حلو كتير. عايز اجيبه في النص، كيف هجيبه في النص؟ هقول له مارجن زيرو اوتو، اجا في النص 100%. ايش يعني زيرو اوتو؟ يعني من فوق ومن تحت ولا حاجة، ومن الشمال واليمين اوتوماتيك اوتو، يعني ابعد لي المسافة من هنا قد المسافة من هنا تمام. طب بس خلوني انا اخليه من فوق يبعد مسافة عشان اعرف احط السهم. هقول له مثلا من فوق هنا 100 بكسل، هيك صار ايش الشكل، من فوق 100 بكسل، من الشمال واليمين اوتوماتيك، ومن تحت زيرو، حلو كتير. خليني اعطيه انا بادنج، اعطي الديف هذا بادنج عشان الكلام يبعد عن البوردر. كمان نقول له هنا بادنج نفترض 20 بكسل، ممتاز جدا. نيجي الآن عاد لإيش؟ للمثلث هذا. يا جماعة الخير بكل بساطة المثلث هذا إيش بتسوي؟ في عندي هنا موقع اسمه CSS Triangle Generator، هذا هو، راح تلاقوا اللينك في الديسكريبشن أكيد. الموقع هذا بيعمل لك جنريت لأنت لأشكال مثلثات أنت بدك إياها. طيب أنا بدي أخذ مثلث يكون هيك لفوق، بقول لك هنا اعمل ويدث والهايت. والله أنا بدي الويدث يكون مثلا 10 بس، والهايت كمان 10، هذا هو. خلينا ناخذ الكود هذا على طول هيك، هاي الكود، هاي السي اس اس، حناخذ الكود. طب احنا مش بصدد نعرف كيف نعمل السهم هذا، لكن راح احكي لك كيف نعمل. طبعا انت يستحسن انه ما تاخدش كود الا غير تكون فاهمه، تاخدش كود الا غير تكون فاهمه، او ما تستخدمش كود الا لما تفهمه، الا لما تفهمه. طيب حاجه اقول له على طول بوكس نقطتين مثلا
بيفور او افتر مش مشكله هالقطعه. قول له بيست هنا، بيست هنا. طيب احنا ايش حكينا؟ لو عملت انا هالجيت سيف وجيت هنا عملت ريلود، طيب كيف بكون شكل البيفور والافتر في في الانسبكت؟ لو عملت انسبكت اليمنت هنا، هاي البوكس مش ظاهر حاجه، ما فيش لا بيفور ولا افتر. ايش الدعوه؟ لانه فاكرين ايش حكيت؟ حكيت انه اهم خاصيه في البيفور والافتر ايش اسمها؟ كونتنت. في الحاله هذه انا بدي اسيب الكونتنت فاضي هيك خلص، مش انا حسيبه ايش فاضي ما فيهوش ولا حاجه. ليش؟ لانه انا بدي اعمل شكل تاني، بدي اعمل الشكل من خلال خصائص تانية. انا مش عايز اكتب كلام فبسيبه فاضي، بس لكن لازم يكون موجود. اول ما حطيت الكونتنت ايش هنا ظهر؟ البيفور، هذا هو. شايفين السهم وين ظهر؟ يعني لو انا شلت الكونتنت مره ثانيه عشان يكون واضح، نعمل سيف ريلود، على طول اختفى. ليش؟ لانه اهم خاصيه في البيفور والافتر اللي هي الكونتنت، وعلشان انا بدي اعمل الشكل من خلال البوردر بحط الكونتنت فاضي، انه مش عايز اكتب كلام بس لكن لازم يكون في عندي كونتنت. نعمل ريلود. اول ما بنعمل ريلود نحط الكونتنت بنلاقي، ها افتح البوكس، هذا هو، هي البيفور، هذا هو البيفور. طب انا مش عايز يكون هنا، انا عايز يكون هنا فوق، عايز يكون شكله فوق. طيب خلوني قبل ما نعمل الشكل اقولكم كيف نعمل المثلث. نعمل المثلث يا جماعة الخير أو أي شكل من خلال البوردر. كيف يعني؟ يعني البوردر الآن هو كيف بكون؟ هيك مع عقارب الساعة. فتخيل أنت بقول لك من فوق صفر، ومن على الجانب خمسة، ومن تحت عشرة، ومن الجنب الثاني خمسة. الألوان عاد طلعوا هنا، هيك صفر مفيش حاجة، من هنا بس خمسة، من هنا بس خمسة، ومن هنا عشرة، ومن هنا خمسة. طيب كيف إجا اللون هذا؟ ليش إجا بس؟ ليش إجا اللون هذا هيك؟ لأنه ببساطة معطي هنا الألوان transparent. transparent معناها شفاف، transparent معناها شفاف. يعني هنا هذا القيمة صفر مش راح يأثر، لكن لو إجيت على القيمة الثانية هذه وأعطيتها أنا مثلا لون ثاني، مثلا يكون لون أسود، عملت سيف وجيت هنا عملت ريلود، راح تلاقي الشكل هذا، راح تلاقي انه الجهة هذه ها اجاها لون. طيب كيف ما كان الظاهر؟ ما كان الظاهر لانه ببساطة كان معطيك هنا transparent. transparent معناها بدون لون، بدون لون. طيب انا ايش اللي بدي اعطيه لون؟ بس لتحت هذا. هاي فكرة كل الاشكال، كل الاشكال اللي انتم بتشوفوها في السي اس اس معموله بالبوردر. فانت لما تفهم، كيف نعمل على طول اسهل لك، روح لموقع السي اس اس 3 تريانجل جنريتور، خذ الكود واستخدمه. لكن لو انت مش فاهمه عيد الكلام حكيته مره تانية وراح تفهمه. طيب نيجي الان عاد لمشكله انه اخلي المثلث هذا هنا، اخلي المثلث هذا هنا. يا جماعة الخير بكل بساطة أنا لما بدي أحرك عنصر، من مكان لمكان، إيش بسوي؟ على طول بعطيه position. ليش؟ position معناها موضع، أنا بدي أغير الموضع تبعك، أنا بدي إياك تكون مطرح ما أنا أحطك، مش مطرح ما أنت تيجي. هاي فكرة البوزيشن. فإيش بدي أحكي له؟ بدي أجي أحكي لمين؟ طب أنا مين بدي مين بدي أحرك؟ أنا بدي أحرك هذا، أنا بدي أحرك البيفور. بسيطة. طيب لو بتحبوا خلينا نشتغلها هنا على المتصفح ونقولها بعدين على الكود. طيب اجي اقول له هنا position absolute. ليش absolute؟ علشان احركك بكيفي انا، علشان احركك بكيفي انا، بمزاجي انا. كيف عاد؟ وين بدي اياك تكون؟ بدي اياك تكون انت هنا في المكان هذا، بدي اياك تكون في المكان هذا. ايش يعني البوزيشن؟ لما انا اعطي بوزيشن معناها باجي لازم اكون معطيه يا توب يا ليفت يا رايت يا بوتوب. باجي بقول له اول حاجه توب، هاي الخصائص توب زيرو. طيب وين راح؟
انا عملت توب 0 وين راح؟ عارفين وين اجا؟ اجا هيو هنا، اجا فوق خالص. الفيديو هذا راح يشرح لك اصلا البوزيشن كمان، يعني مثال جدا رائع. طب انا لما قلت له توب 0 انا كنت اتوقع يجي هنا على البوردر هاد، ليش طلع فوق؟ لانه ببساطه جماعه الخير، علشان انت عشان تحرك البيفور هذا يكون بالنسبه للبوكس، بالنسبه للبوكس لازم تعطي البوكس اصلا بوزيشن ريلاتيف، بوزيشن ريلاتيف. هنرجع للبوكس هنا، هقول له انا بوزيشن ريلاتيف، ونرجع نيجي هنا ونقول له ريلود. نعيد تاني، ايش يعني بوزيشن ريلاتيف؟ بوزيشن ريلاتيف معناها العناصر اللي جواك هذه لما انا احركها خليها بس بالنسبه لك. هذا بالبلدي يعني، ها اعمل مره ثانيه انسبكت، تعالي هنا سيلكت على البيفور، قول له هنا بوزيشن ابسوليوت واعطيه توب زيرو. وين راح؟ راح بالنسبه للبوكس، لانه انت خليته البوكس ايش؟ بوزيشن ريلاتيف. يعني لو جيت على البوكس انا وشلت الريلاتيف هذه على طول راح يطلع فوق. تمام، حلو كتير. طيب انا بديش يكون توب زيرو، بدي يكون توب السالب، بدي انا القاعده هذه تكون على البوردر بالسالب، سالب 10. ليش؟ لانه اصلا انت عامل البوردر الوتس قديش تبعه؟ 10. حلو، هاي بالنسبة للتوب. ايش هلقيت كمان؟ بدي اقول له خليك هنا، تعلي في المكان هاد، ولا ابسط منها، قول له رايت مثلا 30 بكسل. هاي واجا هنا، ممكن نخليها مثلا 50. الان عاد بس نخلص، تعالوا نغير اللون لنفس اللون هذا. هيك ببساطة يا جماعة الخير عملنا مثال المثلث. مثال المثلث من الأمثلة اللي كتير كتير، يعني أكتر مثال ممكن تطلبه هو المثال هذا. وين بنعمل؟ بنعمل مثلا في القائمة، بتدوس عليها بيجيك بالشكل هذا. مثلا في الكارد، في البطاقات هتلاقي المثلث هذا. يعني لازم في حياتك البرمجية تواجه المشكلة هذه، فهيك بنعمل بالشكل هذا. طيب خليني هنا ناخذ كمان مثال هذا، ناخذ المثال هذا. اوكي، هذا المثال يا جماعه ايش هو؟ بس مجرد عنوان وتحتيه الشكل هذا، وتحتيه الشكل هذا. خليني اعمله، نيجي هنا تحت البوكس، والله انا بدي احط اتش 1. خلينا نكتب اسمي بس عشان ما ننسى، خلينا نجيب الخصائص هذه اللي حطيناها هنا في الانسبكت ونكتبها وين؟ في الكود، لانه لو عملنا الجيت ريلود مش راح نلاقي حاجه. تعال هنا على الكود ريلود، ضل نغير اللون، اللون كان ابيض اف اف اف. حلو كتير. طيب على المثال الثاني، اول حاجه بدي اسوي، بدي اخلي الكلام يجي في النص، بسيطه. بجي اقول له h1 text align center reload، هيجبنا الكلام في النص. طيب الان هذا اصلا ايش؟ هذا عبارة عن شكل، يعني بعطيه أنا width و height. width و height بقول مثلا والله ال width يكون 200 بيكسل وال height 5 بيكسل. يعني برضو ما فيش content، يعني برضو هنا ما فيش content، يعني ال content برضو كمان فاضي. تعال هنا على ال CSS، قل له h1 after، بعديك أهم حاجة قلنا الكونتنت، الكونتنت لازم تكون موجودة حتى ولو كانت فاضية. طيب قول له هنا width،
بدي والله الشكل اللي بدي أعمله يكون الوث تبعه قديش؟ يكون الوث والله 150 بيكسلا، حلو كتير. ويكون كمان الهايت نفترض 5 بيكسل. والباك جراوند أنا قاعد بعطي خصائص كأني بعطي خصائص لديف، بقول له وث وهايت. والباك جراوند إيش بقول له؟ يكون لون أسود. طيب نيجي هنا نعمل ريلود. طيب وين الإشي؟ شايفين حاجة إجا؟ لا. طب تعالوا هنا خلينا ناخد الأدش 1، نفتح هيك. طيب هاي الأفضل يا عم، الكود مكتوب، الكود هنا مكتوب بس مش ظاهر حاجة. أنا أقول لك ليش مش موجود، لأنه ببساطة اللي أنت إذا بدك تعمل شكل، إذا بدك تعمل شكل خاص فيك بدون الكونتنت، يعني لو أنا جيت كتبت هنا وطيرت هذه، هيو الكلام ظهر، الكلام بيظهر. لكن لو أنت بدك تعمل شكل مش كلام، بدك تخليه ظاهر، بدك تخليه ظاهر. كيف بدي اخليه؟ بدي العب في خاصيه اسمها الديسبلي. باجي هنا بقول له ببساطه ديسبلي بلوك. ديسبلي بلوك معناها انه انت يا الشكل اللي انا عملتك اظهر كانك عنصر منفصل لوحدك، انت يا الشكل اللي انا عملتك اظهر كانك عنصر منفصل لوحدك. بكل بساطة لما قلتها، قلت أول ما قلت له ديسبلاي بلوك هيو ظهر هنا. طيب كيف بدي أجيبه في النص؟ زي ما عملت هنا، كيف جبت النص في النص؟ قلت له مارجن زيرو أوتو، قلت له مارجن زيرو أوتو. بكل بساطة المثالين هدول من أكثر أمثلة أنت ممكن تشوفهم، وبالتحديد كمان المثلث، تحديد المثلث هذا. نختصر الاشي، البيفور والافتر بستخدمهم لما انا بدي اعمل شغله مش بال HTML، بدي اعملها بال CSS. ممكن الكونتنت يكون فيها نص، وممكن احط صوره، ممكن اجي احط هنا بدل الكونتنت احط URL واعطيه صوره، وممكن يكون اعمل شكل لوحدي زي ما عملنا، زي ما عرفنا هنا ايش المثلث، وزي ما عملنا هنا البوردر. هذا هو يا جماعة الخير باختصار كان موضوع البيفور والأفتر. البيفور والأفتر موضوع سهل وبسيط وبنستخدمه كتير وبيحللنا كتير مشاكل. بس لكن في لكم عندي هنا لينكين من موقع سماشينج ماجازين، هذا هو، ومن موزيلا ديفلوبر نتورك. راح تلاقوا أكيد اللينكين في الديسكريبشن. في موزيلا والله هذا المثال كتير حلو. شايفين المثال هذا ايش؟ انه انا لما ادوس هنا بيجيني علامة صح، الصح هذه معمولة بالبيفور والافتر. فهي المثال يا جماعة الخير بامكانكم تشوفوه، هي الكود وهي السي اس اس وهي الجافا سكريبت. فانا بنصحكم تطبقوا الكود هذا والله. في النهاية والفيديو ده عجبك بتمنى منك تعمل لايك وشير، ويا ريت تعمل سبسكرايب للقناة. ولو عندك أي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو هذا، ولو حابب أي موضوع نشرحه برضو سيبه في الكومنتات تحت الفيديو. شكرا ويعطيكم العافية.